العائق اللي كان هو انه اصلا تخرج غير من الصحراء وتوصل وسط المغرب، كان عائق كبير. فاحنا دابا وصلنا وسط المغرب الحمد لله، وخرجت اوروبا وكنديروا بها جولات. يعني بالنسبه لي انا يعني كالجاليه ملي كتجي عندي راه كتجيني جاليه مغاربيه ليس فقط المغربيه. ولكن ان شاء الله كيف قلت لك ملي غادي تولي الفيزيون ما بين الافرو، وخدرت اغاني افرو، ولكن الان ان شاء الله غادي يكون كيف قلت لك وجدنا دابا الشكل، وان شاء الله باذن الله الالبوم او الاغاني واجده، وغادي يكون ان شاء الله عندها صدى. كنتمنى ويكون عندها كذلك صدى على بالنسبه للعالم العربي والعالم على جنة. شكرا لكم. نشكر جميع الزميلات والزملاء الاعلاميين اللي مواكبتهم هذه الدوره هذه 19 من هذا الوزير. نشكركم على تغطيتكم لفعاليات الدوره، ونشكر كل التقنيين والتقنيات اللي شاركوا في الدوره، وكنتخلوا كلمه للمستاذه عائشه. أول شيء شكري المتواصل لكم، شكرا لكل المنابر الإعلامية اللي حضرت معنا، شكرا للزملاء لأنه بالنسبة لي أكيد زملاء، ولي الشرف أنني أنتمي إلى صاحبة الجلالة ومهنة المتاعب. كنحييكم على المجهودات ديالكم دائما، كنحييكم على المثابرة، ونتمنى والجميل واللي كيعجبني أكثر من أنه إنسان يكتب عليا زوين أو يكتب عليا، وأنه يوصل الحقيقة كما هي. فشكرا لكم، شكرا لتواجدكم، شكرا لحضوركم، شكرا لكل الدعم ديالكم لمهرجان موازير، لأنه يعني مهرجان المغرب مهرجان مغرب الثقافات. شكرا لكم جزيلا، شكرا لإدارة من خلالكم، شكري المتواصل لإدارة موازين على هذا المجهود الجبار باش تكون هذه النسخة 19 بهذا المستوى الرائع. شكرا لكل تنظيم، وشكرا لكل واحد ساهم بقليل أو بكثير في إنجاح مهرجان عالمي كيف قلنا الهدف منه، وهو الترويج للموروث الثقافي المغربي وكل ما يخص هذا البلد العظيم من سياحة ومن جماليات. شكرا لكم، واتشرف انني انتمي الى بلد عظيم اسمه المغرب. سعيد بالتواصل معكم. الفنيه وحتى كيف قالت الاستاذه انه في حياتي الخاصه فكنحاول نوازي ما امكن، الى زدت التمثيل فين نمشي؟ يعني ما عنديش الوقت. فان شاء الله اذا كان هناك عمل يضيف لي لشخصي ولخزانتي الفنيه واضافه لهذاك القليل فقط اللي عطيت، لانه دائما مقولتي الشهيره الشيء الذي اعرفه تماما المعرفه انني لا اعرف شيئا، فاذا كانت اضافه لي ولشخصي فاكيد انه التمثيل حاجه زوينه. علاش لا؟ حاجه اليوم سعيده جدا انني نكون بمنصه سلا الجمهور السلاوي، جمهور رائع، جمهور اللي كان كله كل تقدير وكل احترام. واكيد احنا ما كنستقبلوش فقط جمهور سلا ولكن كذلك العاصمه النواحي، مرحبا بهم كاملين. هذا ليس بالغريبة، والحاجة مصاري في بالنسبة لموازين يعني يعادل نفس العمر الفني، فأنا 19 سنة متواجدة في الميدان نفس عمر موازين، فمشاركتي كانت كثيرة وكثيرة بزاف بالنسبة لموازين. جمهور سلام وجدانه وصلت غنائية، يمكن أول مرة كندير شو، غادي تشوفوا رقصة القدرة، غادي تشوفوا جبت يعني راقصين من الصحراء عندنا، من الصحراء المغربية. كذلك غادي تشوفوا وصلات بالشعبي، يعني وصلات استعراضية، فضلت هذه السنة تكون مميزة لأنه إن شاء الله اختاريت فيها وصلات فيها المغرب المصغر على منصة سلا موازين، فيها كيف قلت لكم من طنجة للقويرة، فغادي يكون حاضر كل أغاني، منهم أغاني الخاصة ومنهم أغاني اللي كيبغي يسمعوا مني الجمهور. فاللي غادي نبغوا نقول حتى مغربيتي هي نايضة على منصة سلا. بالنسبة للأخ والملحن الرفاعي، الله يسامحه مسكين بغى يدير شوية البوز قبل ما يروج الأغنية ديالو، لذلك ما جاوبش، فكانت ممكن تكون إجابة أخرى، ولكن أنا لانه عندي وثائق وعندي ما يثبت انه طبيعه الحال انه مخلص وانه عنده كل شيء، ولكن انا عرفت بانه كان كيوجد الاغنيه ديالو، فالله يسامحه. والمهم عندنا غير يكون الا كان هذا الشيء غادي يساهم انه يزيد ويبان اكثر ويفرح اكثر، وهذا الشيء غادي يفرحه. مرحبا على راس العين صغاري تاوش صغاري مزيان.
اول حاجه بالنسبه لي شكرا انكم بعد شفت كتشوفوني جميله لانكم كلكم ما شاء الله عليكم زينين. فبالنسبه لي مؤخرا فعلا تبغوا نقول لكم الحقيقه ولا ندير لكم داكشي ديالي؟ اول حاجه فضلت ان اهتم بنفسي مؤخرا لانه كيف كتعرفوا الجمهور ولا حتى المنصه كتبغي تكون عندك واحد اللياقه بدنيه عاليه، وانا معروف عليا ماشي كنشد الميكرو كنبقى واكل القبص، يعني كنتحرك بزاف ديال الحوايج، فخاصني نكون دائما في لياقه بدنيه عاليه. فدرت سكيلتين، هادشي ماشي شي حاجه اللي كتعيب، درت سكيلتين وعند دكتوره اللي هي صديقه ديالي، بغيت نقول حتى الاسم ما عنديش مشكل، دكتوره جميله اطناز اللي كنكن لها كل تقدير وكل احترام، وهذه حاجه كتضيف لي ماشي كتنقصني، والانسان خاصو غير يدير شي حاجه اللي غتليق به وتجي معاه. ودرت كذلك ريجيم وباقا متبعه لحد الساعه، بالاضافه انني كذلك متبعه الرياضه ديالي، فهذه حاجه اللي هي جميله. بالنسبه للوك ديالي اليوم فضلت نلبس طير او حاجه يعني عصريه، لانه انا الان في ندوه صحفيه وليس على المنصه، ولكن في المنصه مستحيل انني نبان من غير الزي الحساني او الزي الصحراوي. كنتمنى انني نكون جاوبت جوابي يشفي. ضم السؤال جديدي البارح كانت اغنيه تريبا باتريما، راه تقريبا فقط نص مليون، ومع انه والله العظيم انه ما كانش عندي الوقت انني اغنيه تريبا با، هذه اغنيه حسانيه طبعت الحال. سويد احمد من متن العين والله عقاد الناس خلاها، عدا المشكلة عندي منين داريك حلها وعماها، داريك حلها وتيري بابا وتيري ماها، تيري بابا وتيري بابا وتيري ماها، وتيري بابا وتيري ماها. سعيدة حظ السعيد، سعيدة حظ في الخسر يا الناس معاها، يا عمل ويصبرها واعي فاحلم ويا الناس راها. أكيد إن شاء الله. السؤال الثاني، واش مشاكل أو مشكلة مع أول شيء أنا ما عنديش، ما بالنسبة لي أعتبرها مشاكل بقدر ما إنه إنسان عندما يتجاوز الحدود يتم الرد فقط. وأنا كمغربية حرة، وأي واحد فينا مغربي ينتمي إلى هذا البلد العظيم لا يقبل الذل، ما كتقبلوش الحقرة، ما كتقبلوش شي حاجة خايبة على نفسكم، خاصة ملي كتمس المقدسات لمولادي أو بلادي ولا هذا. ولكن بالنسبة لي تجاوزت والله يسامح كل واحد. بالنسبة لي أول شيء العيون ما فيها مهرجانات، والداخلة ما فيها مهرجانات، والطنطان كنت شاركت مشاركات كثيرة، وما كايناش غير سعيدة شرف لأنه كاينين فنانين آخرين. فإلى عيطوا لي في مهرجان مثلا يثني، راه غيعيطوا الفنان آخر في مهرجان طنطان، فكنعطوا الفرصة لواحد آخر، لأنه ماشي كاينة أنا وكاينين فنانين آخرين، والله يوفق الجميع، واللي عنده رزقه راه يجي حتى لعندو. هذا هو إن شاء الله شرف ليا بوجدور، مدينة جميلة أكيد. إلا صحيح وسعيدة شرف ومجموعة من الفنانين كانوا قبل ما تكون لا السوشيال ميديا ولا ولا انستغرام ولا واتساب ولا غيره، فجمهورنا جمهور الواقع وليس جمهور المواقع. فملي كتجي فنان كيكون في منصة وكيجي له مجموعة كيجي له جمهور بكثرة، فليس انه ضروري انه يكون عندي جمهور في مثلا يوتيوب او في هذا، مع انه ما كنقللش من اي جمهور كيف ما كان نوعه انه كيبقى جمهوري، ولكن بالنسبة لي جمهور الواقع اهم، لانه كيبقى الجمهور الحقيقي وليس جمهور الافتراض. الموازنة كيف وازنت بين حياتي الشخصية وحياتي المهنية؟ فهذا العالم الافتراضي يبقى افتراضي، فكان أخذ منه ما هو جميل، وتعلمت من صغري أنني ندخل ودنية وعينية حواسي كاملة كنشوف بهم الحاجات الزينة، الحاجات الخايبة كنحاول يعني نرصبها من عندي أو تمشي من عندي، لأنه بيني وبين جمهوري فقط طاقة إيجابية، وعلاش غادي ندخل راسي حاجة خايبة؟ نحاول، لأنه كل شيء العمر قصير، كل شيء فايت. فحتى أنا مؤخرا تغيرت في عقليتي في كل شيء، فبالنسبة لي الآن حبي لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، والأطفال داري نفسي الجمهوري، هذا هو الكيان اللي عندي فيه واحد الحياة خاصة، يمكن نشملها لك في العمل، يمكن نشملها لك في هذا العالم الافتراضي، أو حتى
بالنسبة لعملي الفني. شكرا. مؤخرا كان الأخ رفيق بوبكر كان عرض علي واحد العمل، والله باقي ما شفت فيلم، باقي ما شفت المحتوى ديالو، ولكن إن شاء الله نشوفه، ولا كانت حاجة فيها إضافة لي أكيد علاش لا. السؤال الثاني على دور مهرجان موازين في التعريف بالفنان المغربي، وأنا بالنسبة لي الحمد لله كنت حاضر على مدى 19 سنة، ما يقارب 9 مشاركات أو 10، فحاجة بالنسبة لي كبيرة، ربما لأنه إحنا في الصحراء المغربية مطربين نعد على رؤوس الأصابع الواحدة، فلذلك يمكن مشاركات كانت كنا تقريبا نفس الشيء. بالنسبة لي موازين السنة مميز جدا، لأنه ما يعادل 19 سنة من مساري الفني، كذلك فيه بزاف ديال الحوايج اللي شفت هما كيف قلت وأشرت. مسرح محمد الخامس كانت يعني توليفة المشاركة الفنية كانت رائعة جدا، كذلك نقول كل المنصات يعني لا أستثني. كان هناك بالنسبة لي مع أنه كيف يعرفوا كان هناك بعض التشويش، ولكن بالنسبة لي المهرجان ناجح، ناجح بناسه، ناجح بمقوماته، ناجح بركائزه، ناجح بأهدافه اللي هي تسويق الموروث الثقافي المغربي والسياحة المغربية على مدى أو على عبر العالم. أكيد سؤال مهم جدا وعجبني، لأنه فعلا أنا بالنسبة لي يعني كمصاري بالتعريف في بالأغنية الحسانية المغربية والصحراوية المغربية كان أخذ مني جهد جهيد، لأنه باش تكون سهل ممتنع وتقربها للناس كاملين، ودابا حافظين الأغاني كاملين مثلا من طلجة القوير، وما تنسيش أنه عندنا جالية مغربية في العالم كامل، فسهراتي وحفلاتي كلها كتكون سولد اوت. فبالنسبه لي هذا التجاوب مع الجمهور بالنسبه لي هو في اضافه كثيره، لكن الانتشار على مستوى العالم العربي كنتمنى اكيد انني قريبا غادي يكون هناك فيزيون او كيف نقول فيزيون او توليفه ما بين الغناء الحساني المغربي وكذلك الوان اخرى عربيه، وقريبا غتشوفوا مفاجاه رائعه ان شاء الله باذن الله. دابا قادين اللوك وغادي نمشيو ان شاء الله الاغنيه الحسانيه بطريقه جديده اللي دير انتشار عربي ان شاء الله، والعربي ربي نتكافاو غير مع الاجنده مغربيه. بالنسبه لي كان جيت من كازا فعلا، لانه كنت مشغوله بزاف، لكن كيف كيقولوا الله يسمح لنا بالوالدين، جبت ادم ولدي، ولدي كيعشق فرقه اسمها ايتيز كانت على الاولام السويسي، فاختاريت ان نمشي بطبيعة الحال تذاكر ومشي انا وياه بحالي بحال كاع الناس كاملين، ومشيت وديته لانه ذوقه هذا. ولدي مراهق في 14 سنه، يعني ولدي البكر، فما يمكنش ليا حاجه اللي هي ذوقه الفني غادي نجي ندخل فيها، ولكن في حدود. فبالنسبه لي كان والفرقه يعني كانوا عنده كل الالبومات ديالهم تقريبا في الدار مولوع بهم، ف حبيت انني بما انه جايب نقط مزيانه ويعني بالنسبه للمسار الدراسي ديالو ما رائع، فبالنسبه لي حققت له هذه الامنيه وجا شافو اكيد. انا والله الصراحه شافوني الناس كندير بحالك، انا تابعه ولدي كيدير بحالك درت معاه بحالك، ولكن بالنسبه لذوقي الموسيقي يمكن لو تسولينيك كنت غنفضل نكون في المسرح محمد الخامس نسمع الاغاني مثلا اللي غادي تجي على ذوقي، ولكن فضلت انني مشاركة وحدي كيف شفتوا غير دراري 14 سنه و 12 سنه هذاكما هذا، ولكن بالنسبه لي كلون انا ما يعجبنيش، كان عجب ولدي غادي نسايروا اكيد. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.